في حد يحب يسأل حاجة قبل ما نبدأ المراجعة؟ في حد يا جماعة يحب يسأل قبل ما نبدأ المراجعة؟ يا ريت تكتب السؤال بسرعة يا سارة. إيه هو السؤال؟ الأسئلة بتاعتكم يا حضرات إيه هي؟ استنتاج المنوال من المدرج التكراري، لو أنت رجعت للمذكرة المطبوعة أو الملف اللي بعتناه لكم، بجيب المنوال ازاي من المدرج التكراري؟ اول حاجه بوصل قطري اكبر قمه، اكبر قمه في المدرج التكراري بوصل القطرين بتاعهم. من نقطه تقاطع القطرين باسقط عمود على المحور الافقي يدينا المنوال. مرة تانية، ازاي اجيب المنوال من المدرج التكراري؟ اول حاجة نمرة واحد، بوصل قطري اكبر قمة. نمرة اتنين، من نقطة تقاطع القطرين باسقط عمود على المحور الافقي. القراية اللي بتجينا على المحور الأفقي هي اسمها المنوال. طب من المضلع التكراري بدور على أقصى انكسار في المنحنى، أعلى قمة في المضلع التكراري، أعلى قمة في المضلع التكراري، بنزل منها عمود على المحور الأفقي يدينا المنوال بيانيا. لكن انا مش هجيب لك في الامتحان مدرج واقول لك هات منه المنوال، لا، اللي انا عايزك تعرف حاجه واحده بس، ان المدرج التكراري والمضلع التكراري بيتم استخدامهم في ايجاد المنوال. يبقى لما اجي اقول لك المنوال بيجي منين؟ بيجي من المدرج التكراري بيانيا، زي ما نشوف الامثله دلوقتي. نجهز نفسنا بقى عشان نكمل بقيه المراجعه. انا هقول السؤال وانت يا ريت ترد عليا. انا فاتح الشات معاكم. اول سؤال بيقول، ما الجواب هنا هيطلع تقريب يا ساره. الجواب هنا مش هيطلع بالظبط، هيطلع بالتقريب. السؤال الأول، يمكن إيجاد المنوال بيانيا وحسابيا، صح ولا غلط؟ برافو، صح. يمكن إيجاد الوسط الحسابي من المدرج التكراري، صح ولا غلط؟ صح ولا خطأ؟ برافو، خطأ. الوسط الحسابي يتم إيجاده حسابيا فقط ولا يمكن إيجاده بيانيا. يبقى الوسط الحسابي والوسط الهندسي والوسط التوافقي، الثلاثة دول بيتم إيجادهم حسابيا فقط. تستخدم الأرقام القياسية في قياس التغير في أسعار السلع، صح ولا غلط؟ برافو. اللي معايا بس اتنين بيجاوبوا، اتنين بس يا جماعة اللي بيجاوبوا. طبعا صح. عند حساب الوسط التوافقي نستخدم ايه؟ كل الارقام ولا بعض الارقام ولا اكبر؟ برافو، كل الارقام. الوسط التوافقي والوسط الهندسي
والوسط الحسابي، الثلاث مقاييس دول يتم ايجادهم حسابيا فقط. الثلاث مقاييس دول بيستخدموا كل القيم. اوزان عينه من الاطفال نوعها ايه؟ الاوزان. كم متصل؟ برافو، الاجابه رقم الف، برافو يا معاد. عدد الاطفال في المدارس، عدد الاطفال يبقى ايه؟ عدد الاطفال كم منفصل يا معاد يا تغريد؟ عدد الاطفال كم منفصل او متقطع؟ ما دام ما ياخدش قيم كسريه يبقى منفصل، زي عدد الاطفال، عدد المساجد، عدد الكليات، عدد الابناء، عدد المصانع، عدد المدن. دي ارقام ما بتاخدش قيم كسريه، ارقام صحيحه، ارقام متقطعه، يسموه متغير منفصل او متقطع. المستوى التعليمي، المستوى التعليمي اللي هو ايه؟ واحد معاه بكالوريوس، واحد معاه اعداديه، واحد معاه متوسط، بالظبط وصف ترتيبي. المستوى التعليمي وصف ترتيبي. لكن الوان السيارات تبقى ايه؟ الوان السيارات برافو، وصف اسمي. طب والحاله الاجتماعيه؟ الحاله الاجتماعيه تبقى ايه؟ برضه وصف اسمي. السؤال التالي اللي بعد كده، اذا كان الوسط الحسابي 70 اضفنا لكل طالب 5، يبقى الوسط بعد الاضافه كام؟ بالظبط يبقى 5، هيزيد ال 5 يبقى 75. السؤال رقم 9 ده ملغي من عليكم. السؤال رقم 10 لو معاكم آلة حاسبة، لا مش محتاج آلة حاسبة، عايز الوسيط الأرقام التالية 5 و6 و7 و9 و11 و10 و11. طبعا عشان أجيب الوسيط لازم أرتب الأرقام، هو أنا مرتبها كتر خيره. بعد ما برتبها بحط 7 في النص، لو 7 جه على رقم معين اسمه الوسيط. طب لو جه بين رقمين اخد متوسطه، فصبعي هيجي بين 7 و9، صبعي هيجي بين 7 و9، خد متوسطهم 7 زائد 9 16، يطلع ب8. تبقى الاجابه فعلا اجمع واقسم على 2، اخد متوسطهم، اذا كانوا رقمين اجمعهم واقسم على 2، يبقى الوسيط هنا 8. السؤال اللي بعده، عايز الوسط الهندسي نجمع ونقسم على كام؟ يا صار نقسم على 2 متوسطه. الخمسة والثمانية والاثنين والستة، هجيب الوسط الهندسي ازاي؟ دول كام رقم؟ 4 اهم على الآلة الحاسبة، واقوم كاتب 4 وبعدين شيفت. عندك مفتاح عليه اكس وعليه مربع مسمار، اضغط عليه هيجي لك علامة الجذر، وعلى الشمال في 4 تحت الجذر داخل على القوس. برافو يا علي، الجذر بحسب لابوه. هقول بقى ايه؟ هقول 5 في 8 في 2 في 6، واقفل القوس وقول يساوي، هيطلع بالظبط 4.68% اللي هي الإجابة رقم ألف. لو جالك على الآلة الحاسبة بسط ومقام، بسط ومقام، اضغط حرف اس دي، اضغط حرف اس دي. احنا قلناها يا ساره كذا مره والله. السؤال اللي بعد كده مدينا توزيع لا هنا مدينا جدول، مدينا جدول، مدينا قيم اكس 6 و4 و8 و9 و3 مجموعهم 30. السطر اسمه اكس ناقص اكس بار، كمل الجدول. اكس بار اللي هي ايه؟ الوسط الحسابي. في جدول طبعا، ما ده كان اسئله اختبار اهو، السؤال ده سؤال اختبار. عايزين اكس بار، هتجمع الارقام دي ايه؟ اكس بار فانكشن اكس على ان، يبقى 30 على كام؟ على 5 يطلع 6، يبقى كل رقم هشيل منه 6 اكس ناقص، بس الفرق المطلق 6 ناقص 6 هكتب 0، 4 ناقص 6 سالب 2 اهمل الاشاره هيطلع 2، 8 ناقص 6 كاتب لك 2 اهو، 9 ناقص 6 هيطلع 3 مع اهمال الاشاره،
3 ناقص 6 هيطلع برضه 3 مع إهمال الإشارة. اجمع بقى 3 و3 6 و2 8 و2 10 مجموعهم 10، يبقى السطر التاني مجموعه 10، مجموع هنا 10. المين ديفيشن بيساوي ايه؟ المين ديفيشن سميشن اكس ناقص اكس بار تقسيم ان، يعني 10 على 5 يطلع ب 2. يبقى السؤال ده اجابته كام؟ 2. ما ده احنا مثال خدناه قبل كده في الانحراف المتوسط، خدنا جدول ازاي نكمله. السؤال اللي بعده، متوسط مدة الخدمة 30 سنة، يعني اكس بار ب 30، بانحراف معياري 6، يعني الاس ب 6. مدة خدمة الموظف 42 سنة، عايز الدرجة المعيارية. الدرجة المعيارية زد، أنا حافظها، زد بتساوي إيه؟ شرطة كسر اكس ناقص اكس بار تقسيم اس. لما الاكس بار ب 30 والاس ب 6، يبقى الاكس بكام بقى؟ ب 42. يبقى 42 ناقص 30 تقسيم 6 تطلع بكام؟ تطلع ب 2. يبقى المين ديفيشن هنا ب 2. مستخدما السؤال السابق، عايز معامل الاختلاف. ايه معامل الاختلاف؟ اس تقسيم اكس بار ضرب 100. اس تقسيم اكس بار ضرب 100، يعني هقول كام؟ 6 تقسيم 30، اللي يطلع اضربه في 100 تطلع كام في المية؟ تطلع 20%، الإجابة ألف بالظبط. السؤال اللي بعد ده توزيع تكراري. لما يجي لك توزيع تكراري، الأول شوف شكل الجدول إذا كان متماثل ولا لأ. السؤال اللي قدام منك ده، ده توزيع تكراري نوعه إيه بقى؟ توزيع تكراري إيه؟ بنسميه توزيع تكراري إيه بقى؟ أول تكرار هو آخر تكرار، 4 في الأول 4 في الآخر، 10 في الأول 10 في الآخر، يبقى توزيع متماثل. وما دام توزيع متماثل في ميزة. إيه الميزة اللي فيه؟ إن الوسط الحسابي هيساوي الوسيط هيساوي المنوال من غير أي قانون. من غير أي قانون. الوسط يساوي الوسيط يساوي المنوال، يساوي مين بقى؟ يساوي مين؟ مركز الفئة المقابلة لأكبر تكرار. بالظبط يا معاد، مركز الفئة المقابل لأكبر تكرار. أكبر تكرار هنا كام؟ 15. الفئة اللي فوق منه كام؟ 55. خد مركزها، الفئة 55 دي مركزها كام؟ 55 زائد 65 على 2 تطلع في النهاية بكام؟ ب 60. سؤالك إيه يا سارة؟ ما هو 55 زائد 65 تقسيم 2. ايه اللي وداك ال 75 و 85؟ ايه اللي وداك ليهم؟ انا بدور على اكبر تكرار هو 15. خد مركز الفوق اللي فوق منه. يبقى المثال ده يا جماعه، الوسط الحسابي كام؟ 60. طب والوسيط كام؟ الوسيط كام يا جماعه؟ الوسيط برضه 60. طب والمنوال برضه 60. لا مش هتيجي يا ساره، مش هجيب لك تكرارين كبار مع بعض، هو التكرار كبير واحد بس، هو تكرار كبير واحد فقط، مش هجيب لك اتنين. المساله اللي بعدها، مدينا توزيع تكراري بس ما هوش متماثل وعايز المنوال. انا مش عارف والله سؤالك تقصدي بيه ايه يا سارة؟ ايه بالوسط الحسابي يعني؟ مش فاهم. السؤال يا جماعة اللي بعد كده، عايزين المنوال. انتوا حافظين قانون المنوال؟ عشان يجيب المنوال بيدور على اكبر تكرار اللي هو 20. يبقى الرقم اللي فوق ال 20 ده، ال 70 دي بسميها ايه؟ حرف الايه. بعدين قبل ال 20 اسمها اف 1، وبعد ال 20 اسمها اف 2. المنوال بيساوي ايه؟ قانونه
A زائد شرط تكسر F2 المقام F2 زائد F1 ضرب L اللي هي طول الفئة هيبقى 70 زائد شرط تكسر البسط 12 المقام 12 زائد 12 اللي يطلع أضربه فيه 10 يا سارة يا ريت تركزي في اللي أنا بقوله ما تفترضيش حاجة من عندي اللي أنا بقوله هو ده اللي بيجي في الامتحان اللي أنت بتسألي عليه ده شفتيه في الأسئلة اللي احنا قلناها سؤالك ده يا سارة أنت شفتيه قبل كده في الملف اللي أنا بعته أو في اللي احنا بنحله إذا كان موجود شاوري لي عليه اسأليني في حاجة أنا بعتها في الملف أو براجع فيها لكن تفترضي حاجة من عندك وتسأليني فيها حتى أي جدول بقى أي جدول الملف في إيه الملف طب ما أنا البوابة حساب بينات البوابة بطبق القانون يعني السؤال ده يا جماعة السؤال 16 ده دقيقة واحدة بقى أنا فهمت قصدك المنوال هنا عبارة عن إيه؟ 70 زائد شرط الكسر 12 المقام 12 زائد 12 وبضرب في 10 هيطلع كام بقى؟ المنوال هيطلع كام؟ هيطلع 70 زائد 12 على 24 وبضرب في 10 هيطلع كام بقى المنوال؟ 70 زائد شرط الكسر البسط 12 المقام 24 بضرب في 10 هيطلع 75 المنوال هنا 75 دي واحده بقى حضرات دي واحده عشان اجاوب على ساره السؤال ده لو انا عايز اجيب منه وسط الحسابي اجيبه ازاي السؤال اللي قدام منك ده بتاع المنوال ده لو عايز اجيب الوسط الحسابي اجيبه ازاي هسوي جدول جديد اول عمود اسمه الفئات اللي موجود عندك والتكرار عشان اجيب الوسط الحسابي بعمل ايه يا جماعه الوسط الحسابي بجيب الاول مركز الفئه اكس وبضرب الاكس في الاف واجمع واطبق القانون ده قصدك عليه يا ساره السؤال بتاع المنوال ده لو انا عايز اجيب الوسط الحسابي هجيبه ازاي مدته ازاي غير متناسب هجيبه ازاي الوسط الحسابي يا جماعه حد يرد عليا السؤال اللي قدام منك ده بتاع المنوال لو طلب منك الوسط الحسابي هتجيبه ازاي عارفين ولا مش عارفين الوسط الحسابي من بيانات مبوبة معروفة ولا مش معروفة يا جماعة ما حدش بيرد السؤال اهو في توزيع تكرار قدام منك اهو اللي فيه المنوال افرض السؤال ده انا مش عايز المنوال عايز الوسط الحسابي اجيبه ازاي نجمع ونقسم ايه اللي نجمعه ونقسم نجمع ايه السؤال اللي قدام منك ده اللي انا طالب فيه المنوال في مطلوب تاني عايز الوسط الحسابي من توزيعتك اجيب الوسط الحسابي ازاي هتبقى مصيبه لو انتوا مش عارفين تبقى كارثه برافو برافو الاول بجيب مجموعه تكرارات لا مش مجموعه تكرارات الاول يا معاد بجيب عمود مراكز الفئات اكس برافو يا علي بيجيب قيمه اكس لو مراكز الفئات عمود مراكز الفئات اكس بعد كده اضرب الاف في الاكس برافو واجمع واقسم على سمشن اف يبقى الاكس بره عباره عن ايه سمشن اف اكس تقسيم سمشن اف يبقى ان يكون عندي توزيع تكراري انا مديك عمودين انت تضيف عمودين اول عمود اسمه اكس مراكز الفئات ده العمود الاولاني انت لو العمود الثاني اضرب الاكس اللي انت جبته في الاف في التكرار واجمع اسمه سمشن اف اكس واقسم على سمشن اف السؤال اللي بعد كده
عايز قيمة الزاوية المقابل التكرار 20. في السؤال السابق ده ال 20 ده لما اقسمه بزاوية تبقى زاويته قد ايه؟ اجيبها ازاي؟ اقول ال 20 اقسمها على المجموع الكلي واضرب في 360 عشان تجيب الزاوية. يبقى 20 تقسيم 50 اضرب في 360 يطلع 144 بالظبط. يبقى الزاوية هنا 144. طبعا في السؤال ده اول اختيار 416. الاختيار ده متاح ولا مستبعد؟ مستبعد، لان مجموع زوايا الدايرة كام يا سارة؟ مجموع زوايا الدايرة كام؟ 360. يبقى الاجابة الاولى 416 دي مستبعدة. طب والإجابة الثانية 399 برضو مستبعدة. يبقى السؤال ده فيه إجابتين مستبعدين، الألف والباء. هيفضل عندك إجابتين اثنين بس، الجيم والدال، تختار واحدة منهم تطلع الإجابة رقم دال. السؤال اللي بعد كده عايز معامل الارتباط. أنا حافظ القانون وعوض القانون. هتيجي بالآلة الحاسبة، في عندك على الشمال فوق مربع كده عليه مستطيلين تحت بعض، مستطيل مصمت ومستطيل فاضي، اضغط عليه هيديك بسط المقام. فوق افتح قوس، انا حافظ القانون ان سمشن اكس واي يعني 10 في 50 ناقص سمشن اكس سمشن واي يعني 10 في 20، واقفل القوس وانزل تحت اضغط علامة الجذر، وبعد اضغط علامة الجذر خلاص، بعدين افتح قوسين اثنين تحت الجذر، افتح قوسين اثنين قوس وبعدين قوس، بعد كده اضرب ان سمشن اكس تربيع يعني 10 في كام؟ في 40 ناقص 10 تربيع، واقفل قوس وافتح قوس ثاني واقول 10 في سميشن واي تربيع اللي هي 80 ناقص الواي اللي هي 20 تربيع، واقفل القوس واقفل القوس. يبقى انا بديت بقوسين وانتهيت بقوسين. بعد كده اطلع بالمؤشر فوق، اطلع بالمؤشر فوق واقول يساوي. ها تطلع كام يا حضرات؟ تطلع كام؟ تطلع كام يا سادة؟ طب بصوا كده الإجابات، الإجابة ألف صفر ده يعني مستبعد ولا متاح؟ هل يطلع الارتباط صفر؟ ممكن ده في ارقام عندي. يبقى الاختيار صفر ده متاح ولا مستبعد؟ الاجابه صفر مستبعده. طيب الاجابه رقم جيم مستبعده ولا ممكنه؟ الاجابه رقم جيم مستبعدة ولا ممكنة؟ جيم الإجابة جيم مستبعدة ولا ممكنة من ضمن الاختيارات؟ مستبعدة. ليه مستبعدة؟ عشان أكبر من الواحد. يبقى أنت عندك أربع إجابات، الصفر مستبعد والجيم مستبعدة، يبقى لك كم إجابة؟ اتنين، يا باء يا دال. وطبعا الإجابة الصح اللي هي باء، الإجابة الصح باء اللي هي 0866. السؤال اللي بعد كده إذا كانت معطل الحضارة على الصورة دي، عايز قيمة واي لما إكس بخمسة. قيمة واي لما هعوض عن إكس بخمسة، يبقى واي بتساوي 5 زائد 2 في 5، 2 في 5 بقى 10، و5 15، تبقى الإجابة ألف 15.
السؤال اللي بعد كده بيدينا ال n والسمشن x والسمشن y، بيقول لك البي ب 2 عايز قيمه الاي، هنحافظ قيمه الاي، الاي عباره عن ايه؟ الاي قانونها سمشن y تقسيم n ناقص b سمشن x تقسيم n، يعني هيبقى 50 على 5 ناقص 2 في 20 على 5، 50 على 5 ب 10، يبقى 10 ناقص 2 في 4 في 8، 10 ناقص 8 2، يبقى الإجابة 2، برافو، الإجابة 2. السؤال اللي بعده، دي معادلة خط الاتجاه العام، عايز الإنتاج سنة 37، هعمل إيه؟ هعوض في المعادلة واي بتساوي 7 زائد 4 اكس، هعوض عن اكس في المعادله بالفرق الزمني بين بدايه السلسله اللي هي سنه 31 وحتى سنه التوقع سنه 37. يعني اللي بيسال بيقول نفس الاسئله بتجيبها، تفتكر حتى لو جبت نفس الاسئله دي يا جماعه هتحفظوا الارقام؟ حتى لو فرض، طبعا هو سؤال يعني غير منطقي، بقول لك حتى لو فرض اجيب نفس الامتحان بنفس الارقام، معقول؟ طبعا هغيرهم. سؤال اللي عايزين نشرحه يا تغريب، سؤال ايه؟ عشان نجيب انتاج سنة 37 هعوض في المعادلة عن اكس بالفرق بين بداية السلسلة 31 حتى سنة التنبؤ، هعد الفرق الزمني من سنة 31 لغاية سنة 37، كل سنة عندها قفل صابع، يبقى سنة 31 32 33 34 35 36 37، هتبقى الاكس بسبعة، الاكس بكام؟ بسبعة. 4 في 7 ب 21، 21 و7 تبقى الإجابة كام؟ 4 في 7 ب 28، 28 و7 35، تبقى الإجابة 35. السؤال اللي بعده، مدين عايز الرقم القياسي للسبير، رقم السبير عبارة عن إيه؟ إحنا حافظينه، السبير سميشن بي 1 كيو 0 على سميشن بي صفر كيو صفر، يعني 960 تقسيم 640 هيطلع كام بقى؟ 960 تقسيم 640 هيطلع 150%. الاختبار فيه 25 سؤال، الاختبار فيه 25 سؤال، طب عايز رقم باش، عايز رقم باش، هيطلع كام رقم باش؟ ما هو قدام منك اهي، ازاي مش باينه؟ سميشن باش عباره عن ايه؟ يعني بعد ده كله يا جماعه بتقول سهلها، يعني انا كنت بعقد الموضوع معاك وده انا بشرح من اول وجديد تاني، وده مش مفروض برضه بتقول انها سهله، يعني بعقد الموضوع؟ الله يسامحكم. حد يا جماعه عنده اي سؤال؟ الامتحان طبعا بيتكرر بعد كده، حد عنده اي اسئله؟ الامتحان يا جماعه بيتكرر اهو زي السؤال ده، مدينا جدول اهو، ادي اكس وادي واي، وبيقول لك كمل الجدول عشان تجيب قيمه البي، المجاميع دي يا اما تجي لك جاهزه او اديك جدول ويقول لك كمل الجدول، كمل الجدول هات المجاميع وعوض فيها. السؤال ده اللي هو بتاع الثلاثة الزمنية، عايز قيمة اكس سنة 37 قدام منك، ده بيديك سلسلة من سنة 31 لغاية سنة 35،
عايز اكس من 37 تطلع بكام؟ اكس من 37 تطلع بكام؟ برافو، بسبعة. برافو برافو يا مهان، برافو يا سارة، بسبعة. طبعا السلاسل الاتجاه العام نفس القصة، إذا كان معامل الارتباط 95% يبقى الارتباط ده بوصفه بقول إيه؟ موجب 95% يبقى شكله إيه؟ طرد قوي ولا طرد ضعيف ولا عكس؟ طرد قوي، طرد قوي. رقم هنا بقى في السؤال ده عايز الرقم التجميعي اللي باش باش عرفناه، عايز البسيط، عايز البسيط. البسيط عبارة عن ايه؟ رقم البسيط بس عبارة ايه؟ سمشن بي 1 تقسيم سمشن بي 0، 260 على 200، ده الرقم البسيط. العملية كلها بتتكرر، هي دي امتحانات سنوات سابقة. مفيهوش أي جديد اللي احنا قلناه. يستخدم المدرج التكراري في إيجاد إيه؟ المدرج التكراري بيستخدم في إيجاد مين؟ الوسط ولا الوسيط ولا المنوال الوسط التوافقي؟ المدرج التكراري بيستخدمه في مين؟ في المنوال. برافو. طب التباين هو احد انواع ايه؟ التباين هو التشتت ولا متوسطات ولا ارتباط ولا انحدار؟ التشتت. برافو. طب الانحراف المعياري هو جذر مين؟ الانحراف المعياري جذر مين؟ جذر التباين. برافو برافو، جذر التباين. أسماء المدن تعتبر إيه؟ أسماء المدن نسميها إيه؟ وصف اسم. برافو. طب والمسافات اللي بتمشيها من بيتك لغاية الكلية، المسافات دي تبقى إيه؟ المسافات ها؟ كم متصل بالظبط؟ واحد بيمشي 10 كيلو، مش 10 كيلو ونص، 10 كيلو 200 متر، كم متصل؟ الانحراف المتوسط. طب المدى، المدى احد انواع المتوسطات صح ولا غلط؟ المدى احد انواع، طبعا خطا. المدى احد انواع التشتت. برافو. الانحراف المتوسط احد انواع التشتت صح ولا غلط؟ الانحراف المتوسط احد انواع التشتت صح. التشتت ثلاث حاجات، المدى والانحراف المتوسط والتباين. برافو. يمكن ايجاد الوسيط بيانيا وحسابيا صح ولا غلط؟ الوسيط ايوه بياني وحسابي طبعا صح. برافو. السؤال ده بتاع الرقم القياسي كان جه مره في احد الاختبارات، بيدينا الاسعار في سنه 25 والاسعار في سنه 30 والكميات في سنه 30. بيقول لك كمل الجدول. اول عمود اسمه كيو 1، كيو 1 لازم احرر ليه كميات نسبيه. ما انا عندي الكميات سنه 25 سنه 30، عندي كميات سنه 30 40 و30 و30، هحولها النسب. يبقى 40 على 104، اقول برافو يا علي، اقول 30 على 103 من 10 واللي بعد منه 3 من 10. يبقى عمود كيو 1 اول رقم بيدي لك 4 من 10، الباقي 3 من 10 و3 من 10. كمل. اضرب بي 0 في كيو 1، اضرب بي 0. فين بي 0؟ فين البي 0؟ اسعار سنه 25 اسمها بي 0. يبقى اقول 6 في 4 من 10 كمل، 9 في 3 من 10 وتكمل. طب العمود الاخير بي 1 كيو 1، فين البي 1؟
اسعار سنة 30 واضربها في القيول اللي احنا جبناها. السؤال ده جه في احد الاختبارات، اديتك الجدول قلت لك كمل الجدول وهات القانون. نفس الحكاية، السؤال ده برضه جه قبل كده. مصادر البيانات ايه؟ مصادر البيانات في مصادر تاريخية وفي مصادر ميدانية وفي كل ما سبق وفي لا شيء مما سبق. تبقى اي اجابة؟ تاريخية وميدانية، يعني جيم، يعني كل ما سبق بالظبط. يستخدم معامل الارتباط في قياس ايه؟ ارتباط اسعار السلع، العلاقة بين الظواهر والمتوسط المتشتت. الارتباط يستخدم في مين بالظبط؟ العلاقة بين الظواهر بالظبط. الامتحان عمال يتكرر، مفهوش جديد خالص. ده يا جماعة اللي شرحناه النهارده، مفهوش جديد. حد يا سادة يحب يسأل في حاجة؟ مفيش حاجة ملغية يا جماعة، كل اللي أنا قلت في المنتدى، كل اللي جالك في المذكرة عليك. الملغي أنا قلته، الأجزاء الملغية أنا قلتها قبل كده، غير كده مفيش حاجة ملغية. أنا رجعت معاكم مرة واثنين مرتين ونص، وهتلاقي الأسئلة عمالة تتكرر. إن شاء الله في بعضكم ما شاء الله كده متابع وماشي في المقرر. يعني أفكركم طبعا يا جماعة تاخدوا معاكم آلة حاسبة يوم الامتحان، ما تكونش آلة حاسبة جديدة، الآلة الحاسبة اللي انت اشتغلت بيها قبل كده طول الفصل الدراسي، ما تاخدش آلة جديدة، خد نفس الآلة اللي تشتغل بيها. نمرة اتنين، خد معاك ورق فاضي عشان اعمل المسودات، خد بالك. نمرة تلاتة، الامتحان اقراه مرة واتنين، الامتحان مدته ساعة ونص، الطالب اللي العادي بيحله في نص ساعة، الطالب لا انا حليته في ربع ساعة او في تلت ساعة، انا حليته في تلت ساعة، الطالب العادي حله في نص ساعة، يعني عندك ساعة زيادة. مرة واثنين وثلاثة، ولما تيجي تجاوب اقرأ الأسئلة وشوف الإجابات واستبعد الإجابات الغير منطقية الأول، لما تلاقي في إجابة غير منطقية استبعدها وركز على الإجابات الموجودة. ماشي حضرات؟ اللي عنده أسئلة حضرات يبعتها على المنتدى وأنا برد عليها أول بأول. ماشي يا سادة؟ اشوفكم على خير، ده اخر لقاء بقى، اشوفكم على خير ان شاء الله، واتمنى للجميع حظ موفق باذن الله، كل سنه وانتم طيبين. المنتدى التكاليف كلها صححت، اللي ما نزلوش درجه يبقى هو نسي يضغط على زر انهاء التكليف. بعد ما بتخلص التكليف بيجي لك سطر كده اسمه انهاء التكليف، لازم اضغط عليه، لو ما ضغطتش عليه ما تصلكش الدرجه، لازم تضغط انهاء التكليف عشان تصلك الدرجه. ماشي حضرات؟ كل سنه وانتم طيبين ومع الف سلامه.